السلام عليكم متتبعات قناة ألوان تيمان، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنعتذر على الغياب البنات لظروف خاصة بالمرض ديال الوالدة ديالي، ما قدرش نكمل معكم في القناة حيت مقابلاهم قبل الوالدة حتى تبرى إن شاء الله. بعد ما برد شوية غادي رجعت معكم باش نستأنفوا العمل ديالنا بكل ما هو الجديد. انا سبق لي ودرت لكم قشور الحوت على في القناه، وجاني شحال من رد باللي صعبت عليهم هذا الموديل، عجبهم ولكن جاهم صعيب، قالوا طلبوا مني نخدمو مباشره على الثوب. داك الموديل اللي خدمت قشور الحوت اللي خدمت على الثوب ما يمكنش ليا نخدمو على الثوب مباشرة، حيت الا خدمتو مباشرة غيجيني مقلوب، خصني تخدم بوحدو عادي تلصق على الثوب. بعد ما فكرت وخدو لقيت هاد الطريقة، انا دابا جبت لكم مباشرة على الثوب البنات، ها هو مباشرة على الثوب، غنطبقو معاكم ان شاء الله ونتمنوا تستافدو ويجيكم سهل ان شاء الله. وإلا عندكم شي استفسار ولا شي تعليق قولوها ليا في التعليقات في الكومونتير وانا غنجاوب عليهم ان شاء الله. غنحتاجوا لهاد الطرف ديال الثوب ونحبكو حبكه على سلسله، جوج سلسلات غرز حشو، جوج سلسلات غرز حشو بهاد الطريقه على السطر كامل. والكروشي النمره 12 صفر 60، والخيط المبروم على 5 شعرات البنات، خدمت الخيط المبروم على 5 شعرات. ندوزو العمل والتطبيق ان شاء الله. بسم الله بسم الله غنبداو. انا ثبت الخيط بغرزه حشو دائما، هاد الخيط كندير كنخدم مباشره، كنفوت هاد الفتحه كنجي الفتحه الثانيه وكنعمرها باربعه اعمده، العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع، نزيد العمود الخامس العمود الخامس، كندير سلسلة بيناتهم هاد الصدفات، خمسة الأعمدة بيناتهم سلسلة، العمود الأول في نفس الفتحة، العمود الثاني الثالث الرابع الخامس، ها هي الصدفة بهذه الطريقة. كنفوت هذه الفتحة كنجي للفتحة الثانية بهذه الطريقة، كنخدم غرزة حشو، ثم كنفوت هذه الفتحة كنجي للفتحة الثانية كنعمرها في نفس خمسة أعمدة سلسلة، خمسة أعمدة بهذه الطريقة حتى نكملو السطر كامل، أربعة خمسة باش ما نطولش البنات. غنقطع سلسلة ثم نعمر خمسة أعمدة أخرين في نفس الفتحة، خمسة أعمدة سلسلة خمسة أعمدة بالطريقة، العمود الثالث الرابع نحس الرابع قاني وحدة خمس، ثم كنفوت هادي وكنخدم في هادي غرزة حشو بهاد الطريقة، كنخدمو هاد الصدفات على طول هاد السطر. نكمل ونرجع معاكم ان شاء الله. هاني كملت السطر البنات هاد الصدفات حتى وصلت لهنايا، دابا غنقلبو بهاد الطريقه غنخدمو على الداخل ديال الثوب. هاني كملت البنات هاد السطر كامل بالصدفات، كنجي كنقلب بهاد الطريقه كنقلب على الداخل ديال الثوب، كنجي كندير سلسلتان ثم
كناخذ في هاد البلاصه بين غرزه حشو وبين هاد الصدفه، في هاد البلاصه غرزه حشو بهذه الطريقه. ثم كنخدم واحد سلسله ثلاثه اربعه خمسه، اللي يديها من الخيا دير غير اربعه. كتجي كنجيو لهاد البلاصه ها هي بين الصدفات وغرزه حشو، في هاد البلاصه كندخل بغرزه حشو بهذه الطريقه. كنرتفع سلسلتان، كنجي لهاد البلاصه ها هي بين غرزه حشو والصدفه، كنخدم غرزه حشو، ثم السلسله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. كنرتفع خمس سلسله، كنجيو لهاد البلاصه ها هي غرزه حشو بين الصدفه وغرزه حشو في السطر الاول، ثم سلسلتان هاد البلاصه ها هي، كندخل في هاد الفتحه غرزه حشو، ثم خمس سلسله كنرتفع بخمس سلسله بهذه الطريقه. دائما نفس الطريقه حتى تكملوا هاد السطر، خمس سلسله سلسلتان خمس سلسله بهذه الطريقه حتى تكملوا السطر، ونرجع معكم البنات بهذه الطريقه. هذا من الداخل ديال الثوب مورا الصدفات اللي خدمنا في السطر الاول، ما نكمل ونرجع معكم. هاني كملت هاد السطر بديك الطريقه، خمس سلسله غرزه حشو سلسله غرزه حشو بهذه الطريقه. ودابا كنقلب الثوب على الوجه ديال الثوب بهذه الطريقه، كنجي كنرتفع دابا سلسلتان كيتعتبروا عمود، وكنعمر هاد فين درت جوج سلسله في هاد الفتحه ها هي، كنعمرها بالصدفه خمسه اعمده بيناتهم سلسله ثلاثين حد. العمود الثاني، العمود الثالث، الرابع، الخامس بهذه الطريقه. ثم سلسله في نفس الفتحه خمس اعمده اخرين، العمود الاول ثاني ثالث ثالث رابع رابع الخامس، في بلاصه فين درت جوج سلسله هنا هي. ثم كنضغط على هذه الصدفه الاولى بهذه الطريقه، كنجي لهنا فين درت خمسه سلسله كندير غرزه حشو بهذه الطريقه ها هي. ثم كنجي لهنا فين خدمت جوج سلسلات كنعمر بنفس الاعمده خمسه اعمده بيناتهم سلسله، خمسه اعمده سلسله خمسه اعمده، الثالث الرابع الخامس، واحد جوج ثلاثة أربعة على عدد ستة، غير خمسة أعمدة. ثم سلسلة، ثم خمسة أعمدة أخرين في نفس الفتحة باش يشكلوا ليا الصدفة، جوج ثلاثة أربعة خمسة بهذه الطريقة ها هي، كتشكل عندي قشر الحوت مباشرة على الثوب. ثم كنجي لهاد الصدفة كنضغط عليها هكايا باش تبان ليا هاد السلسلات. النصيحة البنات ما تكتروش في هاد السلسلات، ما يكونوش بزاف حيت الا زدتو كثر من القياس غتجيكم طالعة على هاد الصدفة وما غاديش غتخسر لكم المنظر. كونوا على القياس، كندير هنايا غرزة حشو بهاد الطريقة، كنغطيها بهاد الصدفات ها هي. ثم كنجي مباشرة هنا فين درت سلسلتان كنختم فيها الصدفة خمسة أعمدة
ثم سلسلة، ثم خمسة أعمدة في نفس الفتحة. ثلاثة أعمدة، عفوا أربعة، خمسة، ثم سلسلة تنقض خمسة أعمدة، سلسلة في نفس الفتحة خمسة أعمدة باش تشكل الصدفة. هاد الطريقة راه سهلة البنات، ودغيا كطلع ومباشرة على الثوب. أربعة، خمسة، كنجي لهاد الصدفة وكنضغط عليها بهاد صبعي هكايا باش يبان ليا هاد السلسلة اللي درت في السطر اللي خدمت على الداخل. هيا كندير غرزة حشو بهاد الطريقة، كتجي لهنا لهاد السلسلة، جوج سلسلة كنعمروها لهاد الفتحة. كديري مباشرة، ما كتخدموش سلسلة بيناتهم، دائما صدفة غرزة حشو، صدفة غرزة حشو. بهاد الطريقة كمل عمرو هاد الفتحة حتى هي بنفس الطريقة، ونكمل السطر ونرجع معاكم البنات. هنا البنات كملت الطريقة حتى وصلت لهنا، بقات لي واحد الصدفة غنخدمها في هاد جوج سلسلة اللي هنايا كنخدم هاد البلاصة. العمود الأول، العمود الثاني، الثالث، نفس الطريقة كنخدمو الصدفة عاد كنقلبو الخدمة. هاني كملت هاد الصدفة، كنقلب الخدمة على الداخل باش نديرو داك السطر. دائما واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة سلسلة. كنجي بين الصدفة وغرزة غرزة حشو بهاد الطريقة هنايا كنخدم غرزة حشو، ثم سلسلتان بين الصدفة وغرزة حشو بهاد الطريقة في هاد الفتيحة تبان ليكم. هنايا كندخل وكنخدم غرزة حشو، خمسة سلسلة، ثلاثة، أربعة، خمسة، كنجي بين الصدفة وغرزة حشو بهاد الطريقة ها هي في هاد الفتحة كنخدم غرزة حشو، سلسلتان، غرزة حشو بالطريقة. كنكمل السطر بخمسة سلسلة غرزة حشو، سلسلة ديال غرزة حشو، خمسة سلسلة حتى نكمل السطر كامل ونرجع معكم. هاني كملت السطر توصلت النهاية، دابا غنخدم خمسة سلسلة الاخرانيين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وكنجي لهنايا هاد البلاصة كنخدم غرزة حشو حتى بقى كنقلب الخدمة على الوجه. دابا على الوجه هاهي كنجي لهنايا، هنا فين خدمت خمسة سلسلة كندير فيها كنخدم واحد السلسلة باش ما يتكمش ليا الخدمة. كنجي لهنا كنخدم فيها غرزة حشو، ثم كنجيو لهنا فين خدمت جوج سلسلة كنعمروها بالصدفة، خمسة سلسلة، خمسة أعمدة، ثم سلسلة، خمسة أعمدة أخرين في نفس الفتحة، ثاني، ثالث، رابع، خامس، ثم سلسلة نفس البلاصة خمسة أعمدة، ثاني، ثالث، ثالث، رابع، خامس. الصدفة بهاد الطريقة كنجيو ومورا هاد الصدفة كنبقاو هنا فين خدمت خمسة سلسلة كنخدمو فيها غرزة حشو كنتبتو هنايا هاهي، ثم كنجيو لهنا فين خدمت سلسلتين نفس الشيء كنخدمو هاد السطر بالصدفات. يعني هنايا كاينين جوج سطور مختلفين، السطر فين كنمشيو كنخدمو الصدفات، ملي كنرجعو كنخدمو البلاصة فين غنخدمو الصدفات. تبعو الطريقة راه ساهلة البنات،
غتجيكم سهله بحال قشور الحوت بهذه الطريقه. دابا غنكمل هذا السطر، انا غندير لكم غير ثلاثه طبقات، نتوما الا بغيتو ديروا فيها اربعه خمسه على حسب اش بغيتو. انا غندير غير ثلاثه طبقات، نتمنى يعجبكم هذا الموديل. هنا البنات كملت السطر بهذه الطريقه، كيكون عندي قشور الحوت مباشره على الثوب بهذه الطريقه، كيكون الشكل قدام، كيكون الشكل هكا، كيكون الشكل من الداخل بهذه الطريقه. دابا غنصلحو تشوفوا الشكل النهائي. كما قلت لكم الا بغيتو تزيدوا الطبقات زيدوا، انا درت لكم غير ثلاثه، واحد جوج ثلاثه ثلاثه طبقات، بغيتو تزيدوا اربعه خمسه على حسب على حسب الحجم اللي بغيتو. المهم انا خدمت معكم غير ثلاثه سطور بهذه الطريقه، نتمنى يعجبكم. دابا غنصلحو تشوفوا الشكل النهائي. ها هي البنات بعد ما تصلحات كي كيكون الشكل ديالها الطريقه. نتمنى تعجبكم وتفاعلوا معنا في القناه باش نزيدوا القدام ان شاء الله. وكنعتذر مره اخرى على الغياب، واللي باقي ما مشترك نتمنى يشترك، اللي عجبته القناه يتمنى يشترك ويتفاعل معنا بتفعيل الجرس باش يوصل كل جديد ان شاء الله. والى اللقاء.